سودة سودة الدنيا سودة وسواد يخيم على أولادي. الله لا يوفق اللي كان السبب. شلونك زينوه؟ أنا من الله منيح بس من العبد الله يجيرنا منه. مسيك هدول ودعي لي. الله يعينك. بالعادة بتقلي الله يرزقك، الله يوجه لك الخير، شو القصة اليوم؟ الدنيا سودة 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 والله يجيرنا من الأيام السودة. آمين يا رب. يابي شو قصته زينو؟ هيك الله خلقه؟ لا يابي، زينو كان مفتح متلنا مثله، بس من شي 5 سنين تعرضوا له ناس أشرار برات الحارة، بدهم يشلحوا شو معه، بس هو قبضاه يدافع عن حاله، بس ضربوه بالمخرز بعيونه وفقد بصره. يعني أبداً ما بيشوف؟ لا بالعكس يابي، بيشوف أكثر مني ومنك. شلون يابي؟ ربنا سبحانه وتعالى وقت بياخد بصر الواحد بيعطيه البصيرة. شو هي البصيرة يابي؟ يعني بصير يشوف بقلبه. هلأ أنت ما رح تفهم علي شيء، بس أرجع على البيت المساء وعلى كاسة شاي بحكي لك كل شيء بالتفصيل. بس ما قلت لي ليش طلعت من الدار وجيت معي أنت؟ بدي روح معك يابي. لا يابي، أنت كبير أخواتك وبدي إياك زلمة البيت بغيابي. يلا الله يرضى عليك، ارجع على البيت وبس ارجع من شغلي انا بقعد بحكي انا وياك وبشوفك. لا يا ابي بدي روح معك. يا ابي زكوان شو سمعت مني؟ طيب امرك يا ابي بخاطرك. الله معك. زعيم ابو درباس بده يشوفك. وليش عم تخبرني؟ ومن ايمتى بدي فوت لعندي بده ياخذ اذن؟ خليه يتفضل. انت حالي بركي ما بدك تشوف حدا اليوم. زقزوق مضافتي مفتوحة للكل، 100 أهلا وسهلا باللي بيشرف. لك الله يديمك يا زعيم، يديمك لأهل حارتك. أهلا وسهلا يا عبدالباس. أهلا وسهلا. الله يسمح لك، تفضل استريح. شرف شرف. أهلا وسهلا. لازمك شي يا عبدالباس؟ والله يا زعيم صرت عم أخجل منك، كل مرة أنت بتفضل علي. فضل لله لا تحكي هذا الحكي. اللي شلون الشغل اللي حطيناك فيه بالبواكية؟ إن شاء الله مرتاح. الحمد لله يا زعيم، الله يكتر خيرك. أنا عم بشتغل ليل نهار لأمن للعيال خبزاتهم وكل طلباتهم. معناها أمورك تمام؟ بس شو يا عبدالباس؟ بس والله يا زعيم بالنسبة للحياة عم نشتغل بنشتغل وما في سعادة. بدي إياك تساعدني يا زعيم بشي، تفهمني شو هو السعادة. بسمع أنا بالأمثال إنه في شيء اسمه سعادة وما عم بشوف السعادة بنوب يا زعيم. عن جد زعيم في شيء اسمه سعادة؟ قبل ما أجاوبك عن السعادة يا عبدالباس بدي أطلب منك طلب. أمرني يا زعيم. تحمل حالك وبترول عن زازو، خلي عبي لك معلقة زيت، تأخذ هالمعلقة وبتروح على الحارة وبتتفتل بالسوق، وبعد منها روح برات الحارة كمل بوشك على الغوطة، ومن الغوطة بتروح على الكومندانية الفرنسية وبترجع لهون لعندي على المضافة. بس اوعك نقطة واحدة تروح من هاي المعلقة. على عيوني زعيم، تأمر أمر. اتكل على الله.